بإذن الله هنتناول في هذا الفصل تحليل وتقييم وتسعير السندات، وده الفصل 13 من كتاب الاستثمار في الأوراق المالية. هنتناول جزء من هذا الفصل في المحاضرة الأولى، أما المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى هنتناول فيها باقي هذا الفصل. أهم المحتويات في هذا الفصل هو تعريف السندات والتعريف بالسمات المميزة للسند وعائد ومخاطر الاستثمار في السندات وتسعير السندات. في المحاضرة دي هنتناول موضوع التعريف بالسندات والسمات المميزة للسند وعائد السندات. أما مخاطر السندات وتسعير السندات هتكون موضوع المحاضرة القادمة بإذن الله. هنتناول أول حاجة تعريف السندات. تعتبر السندات من أدوات الاستثمار في الدين طويلة الأجل القابلة للتداول في سوق رأس المال أو بورصة الأوراق المالية. السند دوت عبارة عن أو يمكن تعريفه بأنه أداة دين أو مديونية استثمارية طويلة الأجل. مصدر السند سواء كان الحكومة أو شركة بيتعهد إن هو يدفع لحامل السند مبلغ محدد في شكل فوائد لفترة زمنية محددة، وفي نهاية الفترة بيتعهد أن يرد القيمة الإسمية للسند. آخر حاجة إن أصحاب أو حملة السندات بيعتبروا دائنين للشركة، وبالتالي ليهم حق أولوية على الأرباح وحق الأولوية على الأصول في حالة التصفية. تاني حاجة هنتناولها هي السمات المميزة للسند. تتلخص هذه المميزات في أن للسند قيمة اسمية محددة بيصدر بها السند، بتكون مسجلة على هذا السند، وهذه القيمة عادة بتكون 1000 جنيه للسند الواحد. بعد كده الخصم أو العلاوة، ممكن السند عند إصداره يباع بسعر أعلى من قيمته الإسمية أو أقل من قيمته الإسمية، يعني السند ممكن أن يباع بخصم أو بعلاوة، ويتوقف ذلك على العلاقة بين سعر الفايدة على السند وسعر الفايدة السوقي، وده اللي هنتعرف عليه بعد كده إن شاء الله تعالى. السمة التالتة أن للسندات تاريخ استحقاق محدد، غالبا ما بيكون 20 أو 30 أو قد يصل إلى 40 سنة، وهناك بعض السندات بتكون زيها زي الأسهم والسندات بدون تاريخ استحقاق. أما السمة الأخيرة للسند فهي معدل القبول. معدل القبول ده عبارة عن سعر الفايدة الإسمي اللي بيتم إصدار السند بيه، وده عبارة عن معدل الفايدة كنسبة مئوية من قيمة السند. الموضوع الثالث هو عائد ومخاطر الاستثمار في السندات. أي قرار استثمار في أوراق مالية منها سندات يبنى على الترابط أو العلاقة بين العائد والمخاطرة على ذلك الاستثمار. وبالنسبة لعائد السندات فهناك 4 أنواع من عائد السندات، وبالنسبة للمخاطر المرتبطة بالسندات هناك 8 أنواع من المخاطرة المرتبطة بالسندات. سوف نتناول كل نوع من أنواع العوائد وكل نوع من أنواع المخاطرة المرتبطة بالاستثمار في السندات في شكل مفصل فيما هو قادم. أول حاجة بالنسبة لأنواع عائد السندات،
هناك أربع أنواع من عائد السندات، عبارة عن معدل العائد الاسمي، معدل العائد الجاري أو الحالي ومعدل العائد المرتقب حتى تاريخ الاستحقاق، ومعدل العائد المحقق عند بيع السند خلال فترة أقل من تاريخ الاستحقاق. أول نوع من العوائد هو معدل العائد الاسمي. معدل العائد الاسمي هو في حقيقة الأمر عبارة عن معدل الفايدة أو معدل الكوبون على السند، ومعدل الكوبون دوت بيتحدد في شكل نسبة مئوية ويظل ثابتا حتى تاريخ الاستحقاق. يمكن حسابه عن طريق قسمة الكوبون اللي هو كاف على القيمة الاسمية اللي هي سين ألف. يبقى العائد الاسمي عبارة عن معدل الكوبون، ويمكن حسابه عن طريق قسمة مبلغ الفايدة أو مبلغ الكوبون على القيمة الاسمية للسند. النوع الثاني من أنواع عوائد السندات هو معدل العائد الجاري أو الحالي، وهو في معدل العائد الاسمي احنا قسمنا قيمة الكوبون على القيمة الاسمية، لكن في معدل العائد الجاري أو الحالي هنقسم قيمة الكوبون على السعر السوقي للسند. وهنلاحظ ان معدل الكوبون أو معدل العائد الاسمي سوف يتساوى مع معدل العائد الجاري في حالة واحدة فقط، أن تكون القيمة الاسمية هي نفسها القيمة السوقية، والقيمة الاسمية سوف تتساوى مع القيمة السوقية في حالة واحدة فقط، ذلك إذا كان سعر الفايدة اللي موجود في السوق يتساوى مع سعر الفايدة على السند. هناخد مثال يوضح بالأرقام حسابات العائد الجاري والعائد الاسمي. شركة من 5 سنين أصدرت سندات، وهذه السندات قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية، وأصدرتها بالشروط التالية: القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه، مدة استحقاق السند 15 سنة. خلي بالنا إن مضى 5 سنين من 15 سنة، إذن المتبقى من عمر السند هو 10 سنوات. وللمعلومات فقط إن هذه المعلومة اللي هي المتبقى من عمر السند 10 سنوات مش هتفيدني في حسابات كل من معدل العائد الاسمي ومعدل العائد الجاري، ولكن تذكر هذه المعلومة لما نيجي نحسب معدل العائد المرتقب ومعدل العائد المحقق. المعلومة اللي بعد كده ان معدل الكوبون 9%. 9% معناها ايه؟ معناها ان اذا كانت القيمة الاسمية 1000 ومعدل الكوبون 9%، فالمنشأة بتدفع كل سنة مبلغ 90 جنيه لحامل السند. السند ده بيتداول الآن في السوق بسعر 800 جنيه. المطلوب أول حاجة تفسيرك المحتمل لأن سعر السند في السوق 800 جنيه، في حين أن قيمته الإسمية هي 1000 جنيه. والسؤال الثاني حساب كل من العائد الاسمي والعائد الجاري على الاستثمار في السند. أول حاجة بالنسبة لي الاختلاف المتوقع أو تفسير الاختلاف ما بين القيمة السوقية اللي هي 800 جنيه والقيمة الاسمية اللي هي 1000 جنيه. الاختلاف ده يرجع بصفة أساسية إلى أن سعر الفايدة السوقي، وهو يمثل هنا معدل العائد المطلوب على الاستثمار في السند، أكبر من سعر الفايدة على السند، وبالتالي هذا السند سوف يتم تداوله في السوق بسعر فايدة بسعر أقل من قيمته الاسمية. أما بالنسبة لحساب العائد الجاري، فالعائد الجاري عبارة عن مبلغ الكوبون زي ما قلنا قبل كده اللي هو 90 جنيه، واقسمه على القيمة السوقية هتديني كام؟ 12.5%. اما بالنسبة للمعدل العائد الاسمي فهو في حقيقة الامر مش عايزين
أي حسابات لي، لأنه هو عبارة عن معدل الكوبون اللي هو 9%. ثالث نوع من أنواع العائد على الاستثمار في السندات هو معدل العائد المرتقب حتى تاريخ الاستحقاق. معدل العائد المرتقب حتى تاريخ الاستحقاق هيتأثر بأربع حاجات: أول حاجة القيمة الإسمية للسند، تاني حاجة القيمة السوقية للسند، تالت حاجة تاريخ استحقاق السند أو المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق السند، آخر حاجة قيمة الكوبون. العائد حتى تاريخ الاستحقاق سوف يتساوى مع العائد الإسمي في حالة واحدة فقط، إذا كانت القيمة الإسمية للسند مساوية للقيمة السوقية، وده مش هيتحقق إلا في حالة ما إذا كان سعر الفايدة السوقي يتساوى مع معدل الكوبون أو مع معدل العائد الإسمي للسند. وبدل ما ناخد معادلات حساب العائد المرتقب حتى تاريخ الاستحقاق، أنا شايف إن إحنا ناخد مثال، ومن خلال هذا المثال هنحط القوانين أو المعادلات المستخدمة، ثم نطبق في هذه المعادلات بشكل مباشر. ولكن أنا بنصح الطالب اللي متابعني، أول حاجة لازم يجيب آلة حاسبة ويحسب الحسابات معايا زي ما تعودنا في المحاضرات مع بعضنا. المثال بيقول، هو نفس المثال السابق، إن شركة أصدرت سندات من 5 سنوات، وهذه السندات بيتم تداولها أو تم إصدارها في بورصة الأوراق المالية بالشروط الآتية: القيمة الإسمية للسند 1000 جنيه، مدة استحقاق السند 15 سنة. هنا بقى هيجي المدة من تاريخ الآن حتى تاريخ استحقاق السند. احنا السند ده تم إصداره من كام سنة؟ من 5 سنين، وكانت المدة 15 سنة. إذا المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق هي 10 سنوات. إذا حساباتنا في العائد المرتقب أو العائد المحقق اللي هيجي بعد كده إن شاء الله تعالى هتكون عن 10 سنوات. المعلومة اللي بعد كده، معدل الكوبون 9%، وزي ما اتعلمنا لو ضربنا 9% في 1000 هتدينا 90 جنيه. 90 جنيه دي عبارة عن الفوائد اللي هندفعها على السنة. يتداول السند الآن في السوق بسعر 800 جنيه. بيقول ما هو تقديرك المحتمل لمعدل العائد المرتقب بالمقارنة مع معدل العائد الإسمي؟ تاني حاجة نحسب المعدل المرتقب دوت على السند. هنحسبه مرة بطريقة تقريبية ومرة بطريقة دقيقة. أول حاجة بالنسبة لي توقعاتنا بالنسبة لمعدل العائد المرتقب، في حقيقة الأمر معدل العائد المرتقب ده هو عبارة عن سعر الفايدة السائد في السوق حتى تاريخ استحقاق السند حتى 10 سنوات. ونتوقع طالما سعر السند في السوق 800 وقيمته الإسمية 1000، يعني المستثمر هيشتري ب 800 الآن، لكن هيسترد 1000 جنيه بعد 10 سنوات من الآن. يعني إذا المستثمر هيحقق أرباح رأسمالية من هذا السنة. إذا نتوقع أن يكون معدل العائد المرتقب أكبر من سعر الفايدة على السند. تاني حاجة، علشان نحسب العائد المرتقب عندنا قلنا طريقتين، في طريقة تقريبية وطريقة مطولة أو طريقة دقيقة. أول حاجة الطريقة التقريبية لحساب معدل العائد المرتقب، دي معادلة تقديرية لحساب العائد المرتقب. أول حاجة المعادلة دي ليها بسط وليها مقام. تعال نشوف البسط معناه إيه والمقام معناه إيه. بالنسبة للبسط بناخد كاف اللي هي عبارة عن قيمة الكوبون، مبلغ الفايدة. يبقى ده أول حاجة مبلغ الفايدة. مبلغ الفايدة ده عبارة عن فايدة ثابتة بدفعها لمدة من سنة،
يعني كل سنه باخد هذه الفن او هذا الكبوت. تاني حاجه، الجزء اللي بين قوسين ده عباره عن الفرق بين القيمه الاسميه والقيمه السوقيه. الفرق بين القيمه الاسميه والقيمه السوقيه، اذا كنت يعني متذكر ان القيمه الاسميه 1000 جنيه والقيمه السوقيه 800 جنيه، يبقى الفرق ده عباره عن 200 جنيه. ال 200 جنيه دي تمثل ربح راس مالي. هذا الربح راس مالي هيحدث مره واحده، امتى؟ من تاريخ شراء السند حتى تاريخ استحقاق السند. يبقى لو قسمنا اللي هو الربح الراس مالي اللي هو ال 200 جنيه دول على اللي هي المده المتبقيه لعشر سنوات، هيطلعوا 20 جنيه. يبقى اذا حامل السند هياخد كل سنه مبلغ 90 جنيه في شكل كوبون، زائد في المتوسط هيحصل على 20 جنيه ربح راس مالي. يعني حامل السند في حقيقة الأمر هيحصل على 110 جنيه كل سنة في المتوسط. أما بالنسبة للمقام فهو عبارة عن مجموع القيمة الإسمية اللي هي 1000 والقيمة السوقية اللي هي 800، يعني 1800 لو قسمناهم على 2 هيديني متوسط المبلغ المستثمر. طب تعال نشوف ايه الحكاية بتاعت المقام دي اساسا. سين سين ديت اللي هي 800 جنيه دول، ده القيمة السوقية الان. بعد سنة من الان هذه القيمة السوقية هتزيد، بعد سنتين هتزيد، بعد ثلاثة هتزيد، حتى تصل في نهاية المدة نون الى القيمة الاسمية اللي هي 1000 جنيه. يبقى انا بشتريه النهاردة ب 800 جنيه، سعره بيزيد كل سنة لغاية بعد 10 سنين من الآن هيصل سعره إلى 1000 جنيه. يبقى في المتوسط السعر هو عبارة عن السعر اللي بشتريه دلوقتي من السوق اللي هو 800 جنيه والقيمة اللي هستردها بعد كده في المستقبل اللي هي عبارة عن 1000، يعني 1800 لو قسمناهم على 2 هيديني متوسط المبلغ المستثمر في السنة. يبقى لو قسمنا المكاسب اللي بنكسبها على السنة كل سنة على متوسط المبلغ المستثمره في السنة هيديني العائد حتى تاريخ الاستحقاق. ما تنساش عشان نجيب معدل العائد المرتقب بطريقة تقريبية أو حتى بالطريقة الدقيقة إن إحنا هنعمل حساباتنا على 10 سنوات، ووضحنا إيه السبب قبل كده. معدل العائد المرتقب في حقيقة الأمر هو بالأرقام بقى عبارة عن قيمة الكوبون، ودي هتتحقق كل سنة، وزائد الربح الرأسمالي خلال سنة واحدة. يعني الألف لو طرحنا منهم 800 هتديني الربح الرأسمالي. أنا هشتري السند ب 800، هستردها 1000 جنيه بعد 10 سنوات. يبقى ال 200 جنيه دول لو قسمتهم على العشرة هيديني متوسط الربح الرأسمالي كل سنة. متوسط الربح الرأسمالي لو أضفته على القيمة، لو ضفته على قيمة الكوبون هيديني المكاسب بتاعة السنة. أما المقام فزي ما وضحنا قبل كده ده عبارة عن متوسط المبلغ المستثمر. متوسط المبلغ المستثمر عبارة عن مجموع اللي هو القيمة الإسمية والقيمة السوقية وبقسمهم على 2. لو طبقنا المعادلة البسطة هيطلع 110 جنيه، المقام هيطلع 900 جنيه، لو جبنا معدل العائد المرتقب هيطلع 12.2% تقريبا. أما بالنسبة للطريقة المطولة لحساب معدل العائد المرتقب فهي دي الطريقة الدقيقة لحساب معدل العائد المرتقب. وهنا بنفكرك قبل ما نحل بطريقة من طرق التقييم اللي اتبعناها في تقييم المقترحات الاستثمارية اللي هي معدل العائد الداخلي. وقلنا ساعتها ان معدل العائد الداخلي ده عبارة عن سعر خصم افتراضي يجعل قيمة الاستثمار مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة. طب بالنسبة للسندات بقى، ما هو معدل العائد المرتقب الدقيق؟ هو برضك عبارة عن سعر خصم افتراضي أو معدل العائد الداخلي الذي يجعل القيمة السوقية للسهم
مساوية للقيمة الحالية لكل من الكوبون والقيمة الإسمية. طيب نشرح المعادلة دي بشكل بسيط يعني. أول حاجة القيمة الإسمية اللي هي آخر حاجة على الطرف الشمال ديت هتتحقق مرة واحدة بعد 10 سنوات من الآن. يبقى لازم أجيب لها القيمة الحالية، ولما أجيب القيمة الحالية ليها هقسم القيمة الإسمية على 1 زائد ميم أس نون. ميم ده هو ده معدل العائد الداخلي أو سعر الخصم الافتراضي أو معدل العائد المرتقب اللي أنا عايز أحسبه، ونون دي اللي هي 10 سنوات. يبقى هتلاحظ هنا إن القيمة الإسمية تتحقق مرة واحدة. طالما بتتحقق مرة واحدة إذا بجيب قيمتها الحالية باستخدام المعادلة اللي احنا شايفينها على الشمال دي. أما بالنسبة للكوبون فهو يتحقق بشكل دوري لمدة نون سنة، يعني لمدة 10 سنوات. يبقى في الحالة دي هعوض عن الزمن بسنة واحدة وأطبق المعادلة دي عندي. هقسم قيمة الكوبون على 1 زائد ميم أس 1، بعدين أعوض بالزمن سنتين يبقى زائد قيمة الكوبون على 1 زائد ميم مرفوع لأس 2، وهعوض عليها ب3 و4 لغاية ما أوصل للسنة الأخيرة اللي هي السنة العاشرة. يبقى هقسم قيمة الكوبون على 1 زائد ميم أس 10، أجمع القيم الحالية بتاعة الكوبون على القيمة الحالية ل القيمة الإسمية، ماشي كده، وعلشان أتوصل إلى المعادلة اللي بتخلي القيمة السوقية مساوية للقيمة الحالية. والمجهول في المعادلة دي هو ميم، وميم ده هو ده معدل العائد المرتقب أو معدل العائد الدقيق، وبنجيبه زي ما تعودنا في طريقة معدل العائد الداخلي عن طريق التجربة والخطأ. في حقيقة الأمر يمكن عرض المعادلة السابقة اللي هي معادلة التقييم بتاع السندات بصورة تانية، وذلك في حالة وجود معاملات القيمة الحالية. أول حاجة القيمة السوقية للسند هتساوي كاف مضروبة في ميم قاف ح د لمدة 10 سنوات وعند أو تحت سعر خصم ميم في المية. ميم ده معدل العائد حتى تاريخ الاستحقاق، وهو المجهول في المعادلة اللي المفروض نحسبه. وتلاحظ هنا احنا ليه قلنا ميم قاف ح د. ميم قاف ح د دي معامل قيمة حالية لدفعة متكررة. ليه دفعة متكررة؟ لأن كاف هتتكرر 10 مرات. طب بالنسبة للقيمة الإسمية، ضربنا القيمة الإسمية في ميم قاف ح بعد 10 سنوات وتحت معدل خصم ميم. طب ليه ميم قاف ح؟ لسبب بسيط، أن القيمة الإسمية للسند سوف تحدث مرة واحدة. إذا في الحالة دي بضرب القيمة الإسمية في معامل القيمة الحالية لمرة واحدة فقط، تتحقق بعد 10 سنوات وتحت معدل عائد ميم. ونخلي بالنا إن ميم هنا ده المعدل الخصم المجهول اللي مفروض بنحاول الوصول إليه. وقلنا قبل كده إن معدل العائد المرتقب التقريبي هيفيدنا في حساب معدل العائد المرتقب الدقيق. ازاي؟ احنا لما حسبنا معدل العائد المرتقب التقريبي وجدناه كام؟ 12.2%. يبقى معدل العائد الدقيق هو سعر خصم يقع ما بين اقل من 12%، أقل من 12.2% وليكن 12%، وأكثر من 12.2% وليكن 13%. يبقى هنعمل محاولة أولى باستخدام سعر خصم 12% وأمام 10 سنوات. لما نجيب القيمة الحالية للسند باستخدام معادلة القيمة الحالية السابقة سوف نجد أن القيمة الحالية عبارة عن
830 جنيه ونص. لو حاولنا بسعر خصم 13% سوف نجد أن القيمة الحالية هي عبارة عن 783.34 جنيه. اللي يجب تلاحظه قبل ما نروح للشريحة الثانية أن القيمة السوقية للسند هي 800 جنيه. سوف تجد أو هتلاحظ أن هي تقع ما بين القيمة الحالية للسند باستخدام سعر خصم 12% والقيمة الحالية للسند باستخدام سعر خصم كام؟ 13%. وهو ده الموضوع اللي هنشوفه في الشريحة اللي جاية. الشكل ده بيوضح لي اللي احنا قلناه في آخر جزء من الشريحة اللي فاتت. أول حاجة، لما استخدمنا معدل خصم 12% وجدنا أن القيمة الحالية للسند تقريبا هي 830 جنيه وجزء صغير، ولما استخدمنا سعر خصم 13% وجدناها 783 وجزء صغير. لكن احنا عايزين نتوصل إلى ميم اللي هو معدل الخصم اللي يخلي القيمة 800 فعلا وليس أكبر أو أقل. يبقى في الحالة دي معدل الخصم ده هو حقيقة الأمر بيقع بين ال 12 و 13، هو أكبر من 12 بحاجة بسيطة وأقل من 13 بحاجة بسيطة. طب نجيبه إزاي؟ أول حاجة إحنا هنجيب الفرق بين القيمة الحالية عند سعر خصم 12 والقيمة الحالية عند سعر خصم 13. هنجد إن القيمة الحالية دي الفرق بينهم عبارة عن 47 جنيه وجزء صغير. وبعد كده هنجيب الفرق ما بين القيمة الحالية عند 12% اللي هي 830 والقيمة الحالية عند ميم اللي هو سعر الخصم اللي عايز أوصله. الفرق دوت عبارة عن 30 جنيه ونص. يبقى المعدل الدقيق هيساوي ال 12% اللي هي المعدل الصغير ده، وهضيف عليه النسبة ما بين أول حاجة البسط دوت عبارة عن الفرق في القيمة بين القيمة الحالية هي بين المعدل 12 والقيمة 800. أما المقام فهو الفرق بين القيمة بين المعدلين، يعني الفرق في القيمة الحالية بين المعدلين اللي هما ال 12 وال 13. طب ليه ضربنا في واحد؟ لأن الفرق بين ال 12 وال 13 هو واحد. لو طبقنا هذه المعادلة هيطلع معدل العائد الدقيق كام؟ هيطلع معدل العائد الدقيق 12.65% في المية. هنا احنا كده وصلنا إلى معدل العائد المرتقب الدقيق، وهيكون فاضل لينا معدل العائد المحقق في حالة بيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، أو في حالة الاحتفاظ بالسند لفترة أقل من تاريخ الاستحقاق، وهو ده موضوع الشريحة القادمة. قبل ما ننتقل إلى معدل العائد المحقق هنشوف معلومة مهمة في تسعير السندات، وهي أثر دفع الفايدة على فترات أقل من سنة، ممكن يكون نص سنة أو ربع سنة. طبعا في الحالة دي هنعمل بعض التعديلات البسيطة والسهلة في طريقة الحل. أول حاجة، لو فرضنا في التمرين اللي هو فات، التمرين بتاعنا اللي معانا، إن بيتم دفع الفايدة كل نص سنة، يبقى في الحالة دي هيتم بعض التعديلات. أول تعديل هيتم عندنا إن إحنا هنقسم الكوبون اللي هو مبلغ الفايدة على 2 عشان نحولها من سنوي إلى نص سنوي، هتطلع 45 جنيه، ما تنساش كل نصف سنة. أما بالنسبة للمدة فهي هنضرب المدة دي في 2 عشان نحولها من مدة سنوية إلى مدة نصف سنوية، هتطلع 20 فترة أو 20 نصف سنة. بعد كده بعد ما نحسب العائد بالطريقة سواء أول حاجة هنعمله بالطريقة التقريبية ثم هنعمله بالطريقة
المطولة أو الدقيقة، الرقم اللي هيطلع، الناتج اللي هيطلع ده هنضربه في 2 للحصول على عائد سنوي. وطبعا يعني في تحفظ على ان احنا نضرب في 2، لكن مش هنقول هذا التحفظ، يعني هنخليه ان شاء الله لدراسات لاحقة. يعني اخر معدل عائد على السندات معانا، واخر موضوع في محاضرة اليوم، هو معدل العائد المحقق. معدل العائد المحقق ده عبارة عن العائد اللي يمكن أن يحققه حامل السند إذا رغب في بيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، يعني إذا احتفظ بالسند فترة أقل من فترة الاستحقاق. طبعا بنفس الطريقة اللي حسبنا بيها معدل العائد المرتقب هنحسب معدل العائد المحقق. معدل العائد المحقق أهو نفس الكلام أهو اللي قلناه قبل كده، بس هشير إلى إيه الاختلافات ما بين معدل العائد المحقق بالمعادلة دي ومعدل العائد المرتقب اللي إحنا شرحناه. ركز معايا في الشرح. كاف هي هي، كاف هي هي. طيب سين سين هي هي، لكن الاختلاف في حاجتين. أول حاجة شلنا سين ألف وحطينا سين ب، شلنا سين ألف اللي هي القيمة الإسمية وحطينا سين ب اللي هي سعر البيع. خلي بالك أنا هبيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، إذن لن أتحصل على سين ألف دي. مال سين ألف مين اللي هياخدها؟ اللي هيشتري مني السند هو اللي هياخد سين ألف، ولكن أنا هحصل على قيمة بيعية قدرها سين ب. كنا هناك بنقسم في معدل العائد المرتقب، كنا بنقسم على نون اللي هي فترة الاستحقاق، لكن هنا هنقسم على ظ اللي هي فترة الاحتفاظ بالسند. المقام نفس الكلام، في المقام شلنا سين ألف وحطينا سين ب، يبقى إذا نفس الشرح اللي قلناه قبل كده هو نفس الشرح اللي بينطبق على هذه الحالة. المعادلة اللي استخدمناها في الشريحة السابقة لحساب معدل العائد المحقق هي معادلة تقريبية فقط، أما المعادلة الدقيقة أو الطريقة المطولة الدقيقة لحساب معدل العائد المحقق بنتبع فيها نفس الخطوات اللي احنا اتبعناها عشان نحسب معدل العائد المرتقب الدقيق. لو بصينا للمعادلة دي هنلاقيها هي هي معادلة العائد المرتقب الدقيق، فيما أنه يوجد اختلافين. الاختلاف الأول استخدمنا ظ اللي هي الفترة الاحتفاظ بالسند بدلا من نون، يعني شلنا نون وحطينا ظ. ليه؟ عشان احنا هنحتفظ بالسند لفترة محددة وليس حتى تاريخ الاستحقاق. تاني حاجة شلنا سين ألف وحطينا بدلها سين ب. ليه؟ لأن هبيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، يعني إذا أنا هحصل على سين ب اللي هي القيمة البيعية للسند وليس سين ألف. فإذا الاختلاف ما بين معدل العائد المحقق ومعدل العائد المرتقب، في معدل العائد المحقق هستخدم ظ بدلا من نون، وهستخدم سين ب بدلا من سين ألف. المثال ده هيوضح لي بالأرقام كيف يتم الحسابات أو كيف تتم الحسابات الخاصة بمعدل العائد المحقق، واللي هنحسبه بعد كده بطريقة تقريبية ثم يتم حسابه بطريقة دقيقة. المثال هو هو اللي استخدمناه من أول التمارينات اللي معانا لغاية دلوقتي. المثال باختصار إن عندنا سند مر في عمره 5 سنوات وكان تاريخ استحقاقه 15، إذا المتبقى من عمره 10 سنوات، والمتبقى من عمره ده مش هيفيدني هنا في الحالة اللي عندي.
السند ده قيمته الإسمية 1000 ومعدل الكوبون 9، لو ضربنا 9 في 1000 هيطلع 90 جنيه كل سنة. السند ده بيتداول في السوق بسعر 800 جنيه. بيقول لي المطلوب حساب العائد المحقق بافتراض أن المستثمر اللي هو حامل السند بيفكر في بيعه بعد 4 سنوات، من المتوقع أن يكون سعر البيع 860 جنيه. بعد كده بيسألني طب لو كان دفع الفايدة يتم على فترات أقل من سنة ولتكن ربع سنة، كيف يؤثر الاختلاف هنا على أو كيف يؤثر طريقة دفع الفايدة هنا على قيمة العائد المحقق؟ أول حاجة زي ما اتعودنا في معدل العائد المرتقب لازم نحسب معدل العائد المحقق بطريقة تقريبية. بالطريقة التقريبية احنا كل ما في الأمر وزي ما قلنا قبل كده احنا هنشيل القيمة الإسمية ونحط القيمة البيعية اللي هي كام؟ 860 جنيه، وهنشيل ال10 سنوات اللي هي نون ونحط بدلها ظ اللي هي 4 سنوات. بعد كده هيطلع معدل العائد المحقق هيطلع 12 وتقريبا 7%. وعلشان نوصل لمعدل العائد المحقق الدقيق أو بالطريقة المطولة، أولا معدل العائد التقريبي هو كان 12.7%. إذن زي ما عملنا في طريقة معدل العائد المرتقب هنعمل نفس المحاولات، هنعمل محاولة مرة عند سعر خصم أقل من عفوا سعر خصم أقل من 12.7 وليكن 12%، ومرة أخرى عند سعر خصم أكبر من 12.7 وهو كام؟ 13%. بعد ذلك يتم حساب العائد الدقيق بنفس الطريقة اللي احنا حسبنا بيها العائد المرتقب الدقيق. أما إذا كان يتم دفع الفايدة كل ربع سنة فالاختلافات هتكون إن أنا هقسم الفايدة على 4 علشان أحولها من سنوية إلى ربع سنة، هتطلع كام؟ 22.5 جنيه، بس ال 22.5 جنيه كل ربع سنة. والمدة الزمنية للسند، اللي هي هتبقى 4 سنين أضربها في 4 هتطلع 16 فترة. الستاشر فترة دي يعني 16 ربع سنة. بعد كده طبعا علشان نتوصل إلى معدل العائد التقريبي والدقيق المفروض حاول تجرب بنفسك، وزي ما قلت لك قبل كده إن أنا بفكرك إن أنت تستخدم الآلة الحاسبة وتحاول تحل الأرقام دي مرة تانية باستخدام الأرقام الجديدة. يتبقى عندنا وزي ما تعودنا في المحاضرات إن أنا بأشير دائما إلى التمارين المحلولة في الكتاب والتطبيقات اللي المفروض الطالب يحاول يحلها بنفسه. وزي ما قلت لك قبل كده مطلوب مننا ليس تعلم قواعد السباحة، يعني ليس حفظ القوانين لأن حفظها مش هيؤدي لحاجة، ولكن التدريب على السباحة، يعني التدريب على حل التمرين هو ده اللي ممكن يوصلك إلى نتائج ممتازة بإذن الله. يبقى التطبيقات اللي هنا عندي، أول حاجة المطلوب من حضرتك تراجع التمرين 13-1 اللي هو عن معدل العائد المرتقب في الصفحات من 282 حتى 285، وفي تمرين تاني محلول عن معدل العائد المحقق من صفحات 286 ل 288. وما تنساش تحل التمارين من الأول إلى الثالث اللي موجودين في الكتاب في صفحة 304. وزي ما قلت لك قبل كده وقلت لك مرات عديدة إن مطلوب مننا ليس حفظ المعادلات، حفظ المعادلات مش هتوصل إلى حاجة ومش بناخد عليها حاجة، ولكن التطبيق والحل ومحاولة الحل هو ده الطريق إلى تحقيق الامتياز بإذن الله. تمنياتي لكم بالتوفيق وشكراً.